الابن يعني مأيسة منه يعني هذا، وأنا عارف مات يعني من بالماي وطفت روحه، وابنه تيتم وراح، راح اللي راح، ما فرحت بيه يعني الريس راح. أريد يعني مساعدة منكم، أنا يعني بس أريد أعرف مكانه، على الأقل نعرف مقبرته، نقرأ له الفاتحة، كان يطلب مني أشكال الولد ذاك النهار. ضحك عليه قبل ما راح، على بالك يحس نفسه بين رايح يعرف نفسه.